ونؤمن بأن هؤلاء الملائكة عمار للسماوات. ولذا قال الله عز وجل كما في الحديث الذي مر معنا حديث موسى، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، فقال الله عز وجل لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، الحديث. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. ولذا قال عز وجل عنهم والصافات صفا، فقال تعالى وإنا لنحن الصافون.